بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة عن male genital system. Male genital system بيتكون من two testes, epidermis and prostate. The H testes موجودة في scrotum. Testes composed of seminiferous tubules. Seminiferous tubules دي فيها germ cells من أول سبرماتوجونيا لغاية سبرماتيد في النص and mature sperms. Seminiferous tubules دي موجودة في التستس اللي هي عليها كبسول اسمه تونيكا الفوجينيا وعليها كمان اوتر كبسول اسمه تونيكا فاجينالس. التستس بتفتح السكريشن بتاعها اللي هي السبيرمز اند سكريشن اوف سيرتولي سيلز في سيرتولي سيلز ان بتوين الجيرم سيلز دي بتسكريت بروتينيشس ماتيريال تعمل نيورشمنت للسبيرمز. السكريشن بقى دول كل ده بيخرج عن طريق الابيديديمس عباره عن الابيديديمس عباره عن تيوبولز بتعمل كوندكشن للسكريشن اوف ذا تيستس انتو ذا داكتس ديفرنس لغايه لما يطلع بره الايجاكولاتوري داكت. تيستس اكتر انوماليز في التيستس هي انها يحصل لها انديسنت بدل ما تبقى ديسندد نورمالي من ابدومن تو ذا سكروتوم لان التيستس محتاجه عشان يحصل سبرماتوجينيسيس محتاجه تمبريتشر اقل من البودي تمبريتشر فلازم تبقى موجوده اوتسايد ذا بودي فموجوده في سكروتوم. لكن لو ما حصلش الديسنت ده حتى لغايه فيرست يير اوف لايف دي بنسميها كريبتو اوركيديزم او انديسندد تيستس. طبعا كده هيبقى التمبريتشر بتاعه التيستس انترا ابدومينال او فينجوينال كانال بتبقى موجوده الانديسند تيستس التمبريتشر بتاعتها بتبقى نفس البوز تمبريتشر فدي ما تبقى انسيتابل فور سبرماتوجينيسيس والشخص ده المريض ده بيعاني من انفيرتيتي. انفلاميشن اوف ذا تيستس التيستس زيها زي اي اورجان ممكن يحصل له انفلاميشن acute and chronic, specific and non-specific. و inflammation of the testis اسمها orchitis, inflammation of the epididymis اسمها epididymitis. أكتر ليجن ممكن very serious للتستس هو إن يحصل لها torsion لأن التستس لها long pedicle في blood vessels and spermatic cord between testis and the body. فممكن يحصل torsion أو twisting of the testis حوالين spermatic cord فيحصل cut of blood supply and venous return فيحصل congestion و hemorrhagic infarction of the testis. testicular tumors testis قلنا ان هي فيها mainly germ cells في seminiferous tubules فالtumors اللي بتطلع من germ cells اسمها germ cell tumors of the testis. بتتقسم لنوعين نوع most common اللي هو السيمينوما ونوع انواع تانية اقل less common اللي هي non seminomatous germinal tumors. بالنسبة للسيمينوما ده malignant tumor of the germ cells of the testis بيحصل في من 30 الى 40 سنة جروسلي بيبقى ماس ليها well defined border ممكن تبقى كابسوليتد فيرم كريمي وايت تحت الميكروسكوب اللي هي ان هي عباره عن تيومر سيلز كلها سيميلر ان سايز اند شيب ويل ديفايند بوردرز او باوندريز ليها لارج راوندد نيوكلياي وبرومنت نيوكلولاي ارنجد ان نودولز الستروما فيها فايبرس تيشو ريتش ان ليمفوسايتس. تيومر سيلز دي بتسكريت بلاسنتال الكالين فوسفاتيز وده السيرم انزيم ده اللي احنا بنقدر نشخص بيه ان ده اللي بيبقى عالي في السيرم بيبقى بنشخص بيه ان الشخص ده عنده سيمينوما. سيمينوما يعني البروجنوز بتاعها جود لان هي تيومر slowly growing و response او sensitive للراديوثيرابي والكيموثيرابي فالبروجنوز بتاعه جود. كمان هو بيبقى localized لكن ممكن يعمل local و lymphatic and blood metastasis لكن بيحصل ده late وبيستجيب للراديوثيرابي والكيموثيرابي.
في نوع تاني من السيمينوما اسمها اسمه سبرماتوسيتيك سيمينوما، وده بيحصل في الاولد ايج اكتر من 60 سنة، والسيلز او الكاركترستيك نيوبلاستيك سيلز بتبقى مش كلها نفس السايز، لا بيبقى فيه سمول وانترميديت ولارج سيلز. والسبرماتوسيتيك سيمينوما دي سلولي جروينج وما بتعملش ميتاستاسيس، بتحصل في الاولد ايج. other non seminoma testicular tumor هناخد منهم 4 انواع. اول حاجه تيراتوما، ده بيحصل في الشيلدرن واليانج ادلت من 10 ل 20 سنه. ده جيرم سيل تيومر بيطلع من البلوريبوتنت سيلز، يعني من السيلز اللي بتعمل 3 لايرز جيرم لايرز، الاكتوديرم والميزوديرم اند اندوديرم. فالتيومر بيبقى ماس هيتروجينس، فيها جزء سيستيك وجزء سوليد. بلاقي فيها جروسلي في بون وهير تافت، ممكن الاقي فيها كارتلج. تحت الميكروسكوب بلاقي انه تيومر عباره عن ويل ديفايند كابسوليتد ماس، بارشلي سيستيك وبارشلي سوليد، والسوليد بارت فيه كارتلج وفي سكوماس ابيثيليا وفي كيراتين وفي جلاندولار ستراكشرز. بلاقي ان الستراكشرز الموجوده في التيومر من 3 جيرم سيلز جيرم لايرز، يعني من الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم. ممكن الستراكشرز دي تبقى ماتيور زي الادلت تايب وادلت تيشو يعني، فاسمها ماتيور تيراتوما، او تبقى اماتيور تيشوز زي الامبريونال تيشوز ودي اسمها اماتيور تيراتوما. بروجنوزس اوف تيراتوما از جود، لانها بتبقى لوكالايزد ما بتبعتش ميتاستاسيس. اللي ممكن يتحول الى مالجنت هو الاماتيور تيراتوما، ممكن يتحول الى مالجنت وان ليجن وان اليمنت اوف تيشوز، ممكن تتحول الى مالجنت وتبقى تيراتو كارسينوما. تاني تيومر هو يوكساك تيومر، ده بيحصل في التشيلدرن اقل من 3 سنين. ده بيجي الطفل بلارج ماس ان ذا سكروتم ويل ديفايند، وبلاقي تحت الميكروسكوب بلاقي فيه اندفرنشيتد سيلز كيوبيكال، ليها كل كريتيريا سيريال كريتيريا اوف مالجنسي، يعني بلاقي فيه لارج نيوكلياي وكيوبيكال سيلز ولارج نيوكلياي برومنت نيوكلياي هايبر كروماتيك نيوكلياي. بلاقي المالجنت سيلز دي ارنجت حوالين around the central blood vessel. المنظر ده انه المالجنت سيلز ارنجت حوالين السنترال بلود فيسز اسمها شيلر دوفال بوديز. التيومر ده المالجنت سيلز دي سكريتس الفا فيتو بروتين، فده انا بقدر اشوفه في البلاد الفا فيتو بروتين في البلاد، لما بلاقيه سيرم الفا فيتو بروتين عالي بقدر اشخص في الطفل ده انه عنده يوكساك تيومر. التيومر التالي امبريونال كارسينوما، وده بيحصل في من 20 ل 30 سنة. ده highly aggressive tumor، بيبقى small، ممكن تبقى small mass لكن فيها hemorrhage necrosis وفيها عاملة distant metastasis بالرغم ان هي very small في التستس. تحت الميكروسكوب بلاقي undifferentiated large epithelial like cells، ليها كل الكاراتيريا برضه several criteria of malignancy. بلاقي فيها large cells و large nuclei vesicular nuclei و prominent nucleolus arranged in solid sheets و فيها mitosis كتير جدا و necrosis كتير. ده البروجنوسيس بتاعه very aggressive و البروجنوسيس poor. ده tumor ده positive for cytokeratin، لما اجيب البلوكات او الشرايح بتاعت التيومر ده واصبغها بسيتوكيراتين بتبقى positive، دي بقدر اشخص بيها الامبريونال كارسينوما. رابع تيومر هو كوليكارسينوما، وده برضو نوع اجريسيف تيومر اوف جيرم سيلز، بيحصل من 20 ل 30 سنة، برضو انفيزيف سمول انفيزيف ماس، بلاقيها مع انها صغيرة لكن عاملة ديستانت ميتاستاسيس وفيها جروسلي فيها نيكروزيس اند هيموريج. تحت الميكروسكوب بتتكون من تو تايبس اوف سيلز، في كيوبيكال سيتوتروفوبلاست وفي لارج سنسيتوتروفوبلاست. السنسيتوتروفوبلاست دي سكريتس بيتا اتش سي جي، وعشان كده برضو ده عبارة عن تيومر ماركرز بقدر اشخص بيه لما بلاقيه عالي في السيرم، وبرضو ممكن اصبغ شرايح بيتا اتش سي جي بتطلع بوزيتيف فيبقى اقدر اشخص بيه الكوليكارسينوما. هو ده من الاثنين دولت اجريسيف بيعملوا ديستانت ميتاستاسيس. كوليكارسينوما كاركترستيك ليه بتعمل ديستانت ميتاستاسيس تو ذا لانج باي لاترال ميتاستاسيس لانج، بتبقى راوندد ميتاستاسيس اسمها كانون بول ميتاستاسيس في اللانج.
لكن الجود نيوز انه ده ريسبونس اللي هو الكيموثيرابي فيري ويل، والبروجنوز بتاعه بعد التريتمنت بيبقى كويس. تاني اورجان هو البروستات. البروستات از اجلاندولار ستراكشر موجود حوالين البلادر نيك اند يوريثرا. بيكون من اجزاء لوبس، في جزئين حوالين اليوريثرا اللي هو ترانزيشنال زون وسنترال زون، دول حوالين اليوريثرا. اليوريثرا بتعدي بينهم، والجزء من اليوريثرا اللي بيعدي منه اسمها بروستاتيك يوريثرا. في جزء تاني اسمه بريفرال زون، وده بيبقى بعيد شويه عن اليوريثرا. البروستاتيك جلانز اصلا عباره عن سمول جلانز كيوبيكال ابيثيليوم، وليها ميوكا سكريتنج سيتوبلازم ارينجد ان نودولز سمول نودولز، وفي فايبروماسكولار تيشو ستروما. زي ما بنقول ان هو البروستات بتعدي جواه خلاله بتعدي اليوريثرا، بنسميها بروستاتيك يوريثرا. الجلانس اوف ذا بروستات ليها تو، كل جلاند ليها تو لايننج، ليها وان بيزل لير، ودي اللي بتعمل كونتراكشن وتعمل سكويزنج للسكريشن اوف ذا بروستات. وليها كمان كيوبيكال تو كولامنر سيلز، دي اليومينال اللي هي بتعمل سكريشن اوف secretion of secretory material of the prostate. Inflammation of the prostate زي برضه زي other organs، ممكن يبقى فيه acute or chronic bacterial viral inflammation. ممكن اكتر inflammation بيحصل في البروستات هي الجونوريا. ممكن كمان البروستات يبقى فيه blood spread ل tuberculosis، فيبقى فيه granuloma أو جانيومس انفلاميشن اوف ذا بروستات. اكتر حاجه مهمه في البروستات هم حاجتين، بناين بروستاتيك هايبوبليزيا و كارسينوما اوف ذا بروستات. البروستات بيرسبونسبل للتستيرون، ف بيحصل له بروليفريشن ديو تو ذا افكت اوف تستيرون. البروستات نفسه بيعمل سينسيس اوف 5 هيدروكسي تستوستيرون، وده مور سترونج عن التستوستيرون العادي 10 مرات. فلو تاني فبقى عندي هنا الهايبوبلاستيك بروستات بيبقى ريسبونس للتستوستيرون مور ذان ذا نورمال، لان كميه التستوستيرون في حاله البروستات ده بيبقى اكتر من النورمال، فبيحصل له هايبركليزيا للجلانس، فالجلانس تبقى انلارجد وفيها سكريشن، وممكن تبقى عامله بابيلاري بورسيسس انسايد ذا اليومن. بلاقي ان هي فاريبل ان سايز اند شيب، تحت الميكروسكوب بلاقي ان هي برده ممكن تبقى لايننج تو لايرز، نورمال تو لايرز اللي هي بيزل اند اليومنال لايرز. الجلانس اللي هي اللارج دي عامله نودولز، فاسمها نودولار هايبرفليزيا. جروسلي بلاقي ان في نودولز كبيره عامله كومبريشن اكتر الهايبوبليزيا في السنترال اند ترانزيشنال زون هنا. ففي السنترال ترانزيشنال زون دول فبيعملوا لما بيحصل لهم انلارجمنت بيعملوا كومبريشن على اليوريثرا، فبيحصل اكتر حاجه بيشتكي منها المريض هي يورينري سيمبتومز. اليورينري سيمبتومز بتبقى ايه؟ بتبقى عباره عن ديسيوريا، ريتنشن، هيزيتيشن. ممكن يحصل كمان ريزيدوال يورين في البلادر، ويحصل انفكشن، يورين تراكت انفكشن. برضو الاوبستراكشن ده، يورين اوت فلو اوبستراكشن ده بيعمل ان البلادر تحاول تعمل كونتراكشن تو اكسبيل ذا يورين، فبيحصل لها هايبرتروفي في الماسلز اوف ذا بلادر، فاسمها بلادر ترابيكوليشن او هايبرتروفي. احنا ليه بنقول ان البروستات فيه هايبوبليزيا بس، لكن هو كمان فيه هايبرتروفي، لانه استروما اوف ذا بروستات عباره عن ماسلز فايبروماسكولار فاسكولار تيشو، دي لما بيحصل لها برضو افكت اوف تستوستيرون عليها فبيحصل لها انكريز في البروليفريشن. لكن هنا في الماسلز ما بنقولش فيه هايبوبليزيا، بنقول فيه هايبرتروفي اوف ذا استروما. البروستات برضو من ضمن الحاجات، البروستاتيك هايبوبليزيا بيحصل في الاولد ايج وانكريزنج الانسيدنس بتاعته مع انكريزنج الايج اوف ذا بيشنت. تيومرز اوف ذا بروستات برضو بيحصل في الاولد ايج، بس التيومر بيحصل المالجنت تيومر بيحصل في البريفرال زونز، علشان كده ما بيعملش اي يوناني سيمبتومز.
تيومر اوف ذا بروستيت بروستاتيك ادينو كارسينوما، عباره عن مالجنت تيومر طالع من الابيثيليوم اوف ذا جلاند اوف ذا بروستيت. برضه بيبقى فيه انترا ابيثيليا نيوبليزيا او بروستاتيك انترا ابيثيليا نيوبليزيا او زي كارسينوما ان سايتو الاول، وبعد كده بيحصل فلتريشن انفلتريشن ل بناين بروستاتيك هايبربليزيا. بيحصل هايبربليزيا اوف ذا بروستيت في بريزنت في اولد ايج نتيجه انكريس سنسيتيفيتي اوف ذا بروستيت تو ذا تستيرون. بيحصل الهايبربليزيا ده بلاقي انه الاجزاء من البروستات سنترال زون والترانزيشنال زون اللي هم حوالين البروستاتيك يوريثرا انكريزد في سايز نتيجة increase في number of the gland and increase في cells of the stroma. ف increase في number of the glands و size بتاعهم ده hyperplasia، و increase في stroma density اسمها hypertrophy، فبيبقى فيه اسمها benign hyperplasia of the prostate. لما بيحصل في increase في size of the tissues two element of the prostatic glands and stroma في central و transitional zone بيعملوا compression على ال prostatic urethra. فالمريض ده بيشتكي بيبقى old age، بيشتكي من urinary outflow obstruction، فبيبقى عنده difficulty، بيبقى عنده retention of urine، بيبقى عنده hesitancy urgency، بيبقى عنده obstruction، ممكن يحصل له complete obstruction لل urine outflow لان البروستيت موجود في الاوت اوتليت اوف ذا بلادر. فبيبقى لما بيحصل انكريز في السايز اوف ذا بروستيت في الاماكن في المكان ترانزيشنال وسنترال زون بيعملوا اوبستراكشن للاوت فلو اوف ذا بلادر مع اليوريثرا، فبيحصل ممكن يحصل ريتينشن لليورين، فالبلادر بتحاول تبقى كونتراكت علشان تعمل evacuation للبلادر، فبيحصل بلادر trabeculation او hypertrophy of the muscle of the bladder. برضو retention انه اليون يبقى موجود في البلادر ويحصل incomplete evacuation، فبيحصل urinary tract infection. فالمريض اللي عنده benign prostatic hyperplasia complained of urinary symptoms و urinary tract infection، وممكن long standing ممكن يحصل hydrotor و hydronephrosis. تحت الميكروسكوب احنا عارفين انه الجلانس اوف ذا بروستيت بتبقى لايند باي بيزال لير وليها كولامنر ليومينال لير وسمول ومرصوصين ان جلاندولار ان نودولار باتن. ما بيحصل هايبربليزيا لا بلاقي الانجلانس كبيرة جدا increase in size and shape، بلاقيها عاملة stratification وعاملة papillary processes، بلاقي في secretion retained وبعامل حاجة اسمها corpora amelia، بلاقي كمان ان الجلانس crowded وعملت nodules والستروما ان بتوين ممكن تبقى سكانتي ستروما، ممكن تبقى هايبرتروفايد برضو وممكن تبقى عامله ستروما نودول. روسلي بلاقي انه البروستيت انكريز ان سايز اند نودولار وعامل كومبريشن على البروستاتيك يوريثرا. البروستيت سكريت بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، والبروستاتيك سبيسيفيك انتيجين ده بيبقى الليفل بتاعه في النورمال اند هايبوبلاستيك بروستيت اقل من 4 نانو جرام بير ديسيليتر. تيومر اوف ذا بروستيت، اكتر تيومر بيحصل في البروستيت هي ادينوكارسينوما اوف ذا بروستيت، وبيطلع في من الجلانس من الابيثيليال ابيثيليوم لايننج ذا جلانس اوف بروستيت، وبيحصل في الاولد ايج اكتر من 60 سنه. وبلاقي انه الجلانس اوف ذا بروستيت بدل ما هي نورمالي كبيره ولايند باي تو لايرز بيزال اند ليومينال، بلاقي انه التيومر اوف ذا بروستيت بلاقي ان الجلانس بقت صغيره واللايننج بتاعها مفيش البيزال لاير النورمال، لا بلاقي اللايننج بس single layer of malignant cells. البروستاتيك كارسينوما او ادينوكارسينوما اوف ذا بروستيت بتبقى زيها زي جيرم سيل تيومر زي السيمينوما، بيبقى عندها بروستاتيك انترا ابيثيليال نيوبليزيا او كارسينوما ان سايتو، وبرده في التست في جيرم سيل انترا تيوبولار جيرم سيل نيوبليزيا، لانه تيومر
مش بيبدا انفيزف على طول، لا بيبقى فيه الاول ستيج اوف انترا ابيثيليال نيوبليزيا، بلاقي انه التيوبيولز اوف ذا او جلانز اوف ذا بروستيت فيها جلانس، جلانس ديت بقت اتيبيكال لكن لسه في البيزل دير. بعد كده بتتحول الى مالجننت وبتفقد على طول النورمال استراكشر بتاعها وتبقى سمول ومفيش سكريشن ميوكا سكريشن او ديكريس في اماونت اوف سيتوبلازم للابثيليوم. الجريدنج بتاع طبعا التيومر ما بيجيش خالص في الارياز اللي هي ممكن تديني سيمتومز زي الترانزيشنال والسنترال زون، لا هو بيجي في البريفرال زون فما بيديش اي يورينري سيمتومز، لكن للاسف هو بيدي اول حاجه بون ميتاستاسيس. طبعا بيدي اندلجد بروستات ممكن يتحس باي ريكتال اكزامينيشن. برضو لو عملنا بروست سبيسيفيك انتيجين بلاقيه عالي جدا اكتر بكتير من النورمال وحتى من الهايبر بلاستيك. الجريدنج ازاي بقسمه، بعرف ازاي الجريدنج يعني عن طريق جليسون جريدنج سيستم، ده اركتكتشر يعني بشوف الجلانس لو هم سمول جلانس تيومر فورمنج سمول جلانس عامله نوديول ويل ديفايند يبقى ده جليسون جريد 1. لو لقيته الجلانس اكبر شويه وعامله اكسبانشن شويه عن النوديول دوت بقت مور انفيزيف تبقى دي جليسون جريد 2. لو لقيتها لا الجلانس ما بقتش بس جلاند سنجل جلانس، لا ده بقيت كريبري فورم جلانس او كريبري فورم ستراكشرز وجلانس لازقه في بعضهم وكابيلاري بروسيسز او جلانس عامله انفيجن اكتر من من النودولز دي، يبقى ده جريد 3. جريد 4 بلاقي انه فيري انفيزيف وسمول جلانس وعامله كريبري فورم بابيلاري ستراكشر وفي سمول سوليد ارياز، دي جريد 4. لما بلاقيش اي جلانس خالص وعباره عن سنجل سيلز او سوليد شيتس ده جريد 5. طيب جليسون برضو بيقسمها لنوعين، نوع اكتر حاجة هي الجلانس، لكن انا لو لقيت حاجة تانية لو لقيت مثلا مع الجلانس مثلا كريبري فور يبقى دي بقول الجلانس واحد جليسون 1 والكريبري فور دي بديها 3 يبقى بجمعهم على بعض وبدي السكور الاخير. طبعا كل ما يبقى ويل ديفايند و لو جريد جليسون جريد 1 2 بيبقى ويل ديفايند والبروجنوس بتاعه ايرلي يعتبر بروجنوس جود، لكن كل ما يبقى انفيزيف و ليس ديفرنشيتد و انفلتريتنج الاذر نيبرنج ستراكشرز دي بيبقى البروجنوس بور. تحت الميكروسكوب الاقي اهو الاقي انه كل ما يبقى الجلانس ويل ديفايند لكن سمولر ذان نورمال والسكريشن السيتوبلازم في سكريشن المفروض في النورمال لا هنا مش موجوده مفيش بيزل لير لكن عامله نوديول بس او ويل ديفايند يعني لوكالايزد فتبقى دي سكور او جريد ايرلي لو. لكن انا بلاقي هنا بعد كده الجلانس بقت عامله ستراكشر وبقت عامله انفيجن للستروما تبقى بعد كده بتبقى عامله كريبري فورم او جلوميرولويد ستراكشر يعني بقت لوس اوف ديفرنشيشن عن النورمال بروستيت. لا كريبري فورم انا بلاقي جلانس كبيره فيها جلانس صغيرين. بعد كده اخر حاجه في الجليسون 5 انه ما بقاش في جلانس خالص وده يبقى سوليد شيتس عباره عن مالجننت سيلز بس عامله انفلتريشن للستروم. في بقى نظام جديد برضو سيستم جديد للجليسون قال لك قال ان هو انا هقسمها لجروبس. لو جليسون سكور اقل من 6 يعني اللي هم الاوانيين 1+1 و1+2 و2+2 دول اللي هم الاثنين الاوليين دول الجروب ده جود بروجنوزس فسميها جروب 1. لو الجليسون جروب 2 لو السكور بتاعهم 7 اللي هو ايه اللي هم 3 ده 3+3+3+4 الجروبس دي دي بسميها جروب جريد 2. جريد جروب 3 اللي هي بتبقى اكترها اللي هي 4 دي هي اكتر حاجه يبقى دي برضو ليس ديفرنشيتد. جروب 4 اند 5 ده فيري اجريسيف دول 8 و9 و10 دول بيبقى فيري اجريسيف. ف
according to جريسون طبعا كل ما يبقى السكور او الجريدنج قليل كل ما يبقى البروجنوزس احسن. احنا حطينا هنا جدول في بنات بروستاتيك هايبربليزيا و الادنوكارسينوما اوف ذا بروستات. طبعا البناين بروستاتيك هما الاثنين بيعملوا انلارجمنت اوف ذا بروستات، لكن البناين بروستاتيك هايبربليزيا السايت بتاع الانلارجمنت طبعا قلنا سنترال وترانزيشنال حوالين البروستاتيك يوريثرا فبيدي يوريناري اوبستراكشن، لكن الادنوكارسينوما بتيجي في البريفرال لوبس وما بتديش سيمبتومز الا ليت بعد ما يحصل ميتاستاسيس. تحت الميكروسكوب هنا البروستاتيك هايبربليزيا بيبقى جلانس لارج وفيها سكريشن كتيره وفيها تو لايرز بيزل اند ليومينال، والدوريستروما فيها هايبرتروفي، لكن هنا الجلانس بتبقى سمول في الادينوكارسينوما الجلانس بتبقى سمول وكريبري فورم وبتبقى عامله ممكن تبقى عامله سوليد شيتس ممكن تبقى عامله بابيلر بروسيسز، وستروما هنا بتبقى انفيدد باي ذا جلانس فبتبقى سكانت ستروما. البوست سبيسيفيك انتيجين ده يعتبر تيومر ماركر بلاقيه اقل من 4 نانو جرامز بير دي سي لتر في البناين بروستاتيك هايبربليزيا، لكن بلاقيه عالي جدا في الادينوكارسينوما او ذا بروستات. طبعا البي اي ان هيبوستاتيك انترا ابيثيليوليزيا بلاقيه طبعا في الادينوكارسينوما او ذا بروستات، لكن من الحاجات اللي هي مهمه انه ادينوكارسينوما او ذا بروستات مع برضه تيومر او سيمينوما او ذا تيستس في انترا ابيثيليا نيوبليزيا الاول جنب التيومر، يعني معنى كده ان التيومر بيبدا بكارسينوما انسايتو وبعدين بيبدا انفيزيف كارسينوما، والبروجنوزس بيعتمد على الجريدنج وعلى انفيجن وعلى الميتاستاسيس اوف ذا تيومر. فينس اكتر حاجه في فينس تعرفوها هي اللوكوبليكيا والكارسينوما اللي هي اكتر حاجه سكوبس كارسينوما. اكتر كارسينوجين ممكن يحصل في سكين اوف ذا فينس هو الهيومن بابيلوما فايروس بتعمل كوندايلوما اكيبناتا، ودي يعني بيحصل فيه هايبربليزيا في الاستراتيفايد سكوبس ابيثيليوم اوف ذا كفرنج سكين، معاها كمان اتيبيا وحاجه اسمها كويلوسيتوزيس يعني اتيبيا في النيوكلياي and the cells of the squamous epithelium of the skin. برضو طبعا squamous carcinoma زيها زي اي مكان فيه squamous epithelium ممكن تبقى localized وتبقى في قبلها carcinoma in situ، وممكن يبقى في local و regional lymph node and metastatic to the blood. دي الليكوبليكيا اللي هو بيبقى فيه بتبان جروستي كوايتش ثيكند اريا، لكن تحت الميكروسكوب بلاقي فيه انكريز ثيكنس اوف ذا سكومت ابيثيليوم ومعاها بارا كيراتوزيس يعني كيراتين في نيوكلياي اب نورمال كيراتين، وفي انكريز في الثيكنس اوف ذا سكومت ابيثيليوم، وكمان في سيلز فيها اتيبيا من ضمن الحاجات اللي بتعمل ليكوبليكيا وبتعمل اتيبيا لسكومت ابيثيليوم هي الهيومن بابيلوما فايروس. ثانك يو.